هبج شلونك؟ هبج شعلومة كيف الحلو من يومة؟ شعلومة كيف الحلو من يومة؟ يا قليبي يا قلبي يا بعد عمري يا مرتضى قول له كلمنا فاتن وطمنا اشتقت لك كلمت فاتن أنا قبل شوي وطمنت عليها وحتيجي الفاينل إن شاء الله أنت وياها ونكمل ونكف جلسات الحديقة إن شاء الله يلا بس الدنيا بقت برد بس الدنيا بقت برد جيبوا حاجاتكم متقلوا انتوا كاين باي حبيبي باي 20 يوم ونتقابل ان شاء الله سعد الو الو سعودي حبيب قلبي وحشني يا برنس اخبارك ايه برنس واخبار مصر ايه واهل مصر ايه كله تمام وانت ايه اخبارك ايه بتحضر سنجل طب يلا يلا عمرك مبروك يا سعودي هنتقابل قريب بقى وبحكي لي كده التفاصيل الو شانتي شو اخبارك كيف بلا حبيبتي سألي. بلا سؤالي بلا سؤالي شو اخبارك سبا شاتلي كتير كلنا اشتقنا لك انا وعباس وكلنا هون كلنا يلا منشوفك قريب ايه بشوفك كل برايم ثانك يو حبيبتي ثانك يو ان شاء الله يلا نشوفك بالفينال ان شاء الله نتقابل كلنا مع بعض باي باي ثانك يو شانتي الو انيس حبيبه انوس عامل ايه صفا كله تمام صفا وحشني يا قرفه يا الله يقرفك يا قرفه يا ليلى سودا الله يحرقك يا ليلى سودا يا ليلى سودا انت عامل ايه والجزائر مبسوط وصلت واهل الجزائر الله مبسوطين بيك مكسر الدنيا انت انا عارف تستاهل تستاهل يا حبيبي والله هنتقابل اه اكيد طبعا ها ها هانت هانت 20 يوم مبين كيفك حبيبتي اشتقت لي I miss you very much yes the academy without you is nothing حبيبتي We miss you. Everyone here missing you. Yes. Abbas, yes. He love here. Hello. أحلى علوش في الدنيا. وحشني يا صاحبي. والله الأكاديمية من غيرك ولا أي حاجة والله العظيم. مفتقدك. ولا أنت باكل برجر ولا عملت أصلا برجر من بعد ما أنت مشيت. قفلت المحل. قفلت المحل. لغيت كل حاجة. مستنيك بقى ترجع ان شاء الله باذن الله كده انت بس طمني عليك كله تمام مبسوط والله وانت اكتر والله والسعوديه تمام والاهل تمام مش ناوي مش ناوي مش ناوي تيجي برايم كده تحضرنا قبل الفينال مش عايز مفيش مشكله اللي انت شايفه صح براحتك يا برنس يلا الو صحيب والله غير حق الرب غير مشكله صحيب والله غندربوا عباس ده كنترول طف الضوء ان شاء الله مش لاقين حد يقول طف الضوء يا مش لاقين حد طف الضوء يا ايهاب الكنترول بقى بيقفله من نفسه اوكي لا بخير بخير انت شلح حوالك والمغرب شلح حوالك وكل سلمني على اهل المغرب سلمني على اياده سلمني على امك على اميمه حق الرب غنت وحشك يا ايهاب اه ألبوم ألبوم يخرب بيتك ألبوم الله يكون معك يا إيهاب خطيت إن شاء الله ألو قطع الخط ما قدرت أقوله على الفاينل أنا قلت له هو جاي يعني أكيد هم يقولوا له إيه يلا